مرحبا بكم مشاهدينا عبر قناتكم. قبل البدء لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله. نترككم مع الفيديو، مشاهدة ممتعة. ما هو النادي الذي لعبا له كل من أنطونيو روديجر ومحمد صلاح؟ نادي روما. ما هو النادي الذي لعبا له كل من إيريك داير وكيران تريبيير؟ توتنهام. ما هو النادي الذي لعبا له كل من برونو فرنانز ورافينيا؟ سبورتنج لشبونة. ما هو النادي الذي لعبا له كل من إيرلينغ هالاند أشرف حكيمي؟ بوروسيا دورتموند. ما هو النادي الذي لعبا له كل من أنخيل دي ماريا وتياغو سيلفا؟ باريس سان جيرمان. ما هو النادي الذي لعبا له كل من ليروا ساني ورحيم ستيرلينج؟ مانشستر سيتي. ما هو النادي الذي لعبا له كل من فرانك دي يونغ وأندريا أونانا؟ أياكس. ما هو النادي الذي لعبا له كل من أنتوني ونصير مزراوي؟ أياكس. ما هو النادي الذي لعبا له كل من كريستيانو رونالدو وماتياس دي ليخت؟ يوفنتوس. ما هو النادي الذي لعبا له كل من رافائيل جاريرو وجود بيلينغهام؟ بوروسيا دورتموند. ما هو النادي الذي لعبا له كل من كيليان امبابي برناردو سيلفا؟ موناكو. ما هو النادي الذي لعبا له كل من مايك ماينان وفيكتور أوسيمين؟ ليل. ما هو النادي الذي لعبا له كل من جونزالو راموس وداروين نونيز؟ بنفيكا. ما هو النادي الذي لعبا له كل من كول بالمر وإلكاي غوندوجان؟ مانشستر سيتي. ما هو النادي الذي لعبا له كل من إسكو وسيرخيو راموس؟
ريال مدريد. ما هو النادي الذي لعب له كل من أليساندرو تونالي وهاكان شالهان أوغلو؟ إيسي ميلان. ما هو النادي الذي لعب له كل من جواو فيليكس وكاي هافرتز؟ تشيلسي. ما هو النادي الذي لعب له كل من ماتيو كوفاسيتش وماسن ماونت؟ تشيلسي. ما هو النادي الذي لعب له كل من بيبي وكاسيميرو؟ ريال مدريد. ما هو النادي الذي لعب له كل من أنطوان غريزمان وعثمان ديمبلي؟ خمن هذا الفريق وشاركنا الجواب الصحيح.